ضباد الاوثان ماذا كان عملهم وماذا كان منطقهم الله تعالى يشير الى ذلك ويقول دققوا في هذه الايه الكريمه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الشيعه الا يقولون مثل ذلك ايضا ألا يقولون الأولياء شفعاؤنا عند الله فما هو الفرق بين عمل الشيعة وعمل عبدة الأوثان ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه الشبهه الثانيه نجيب عليها بجوابين الجواب الاول هو الجواب النقضي والجواب الثاني هو الجواب الحلي الجواب الاول الجواب النقضي اذا هذا يعتبر شركا فانتم ايضا مشركون لان انتم ايضا تقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله محمد ابن عبد الوهاب في كلمة له تبعا لابن تيمية يقول وثبتت الشفاعة لنبينا محمد يوم القيامه ولسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال يعني شنو؟ يعني محمد ابن عبد الوهاب يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله في كتاب الهداية السنية الرسالة الثانية صفحة 42 يعني مجرد تغيير في اللفظ هذا يغير من الواقع شيئا في مكان اخر يقول ان الشفاعة حق في الاخرة حق مو باطل ووجب على كل مسلم الايمان بشفاعته يعني شفاعه النبي الاعظم صلى الله عليه واله بل وغيره من الشفعاء ما هو معنى هذه الكلمه معنى هذه الكلمه ان هؤلاء شفعاؤنا عند الله فاذا كانت الكلمه هذه شركا فهذه الكلمات وثيقه الشرك ويجب ان نعتبر القائل بهذه الكلمات خارجا من ربقه الايمان وداخلا في دائره الشرك هذا هو الجواب الأول وهو الجواب النقضي الجواب الثاني هو الجواب الحلي طبعا على نحو الإجمال الشديد الجواب الحلي هنالك فرق بين من يملك ومن لا يملك الفرق فيما بينهما جوهري وواقعي نمثل لكم بمثال من الفقه مثال واضح جدا ما هو الفرق بين بيع الوكيل وبيع الفضولي إنتو عدكم وكيل في السوق في معاملاتكم التجارية وكلتموه وكالة مطلقة أو مقيدة هذا وكيل عنكم. هذا امتداد لكم قوله قولكم، عمله عملكم، وجود كما يقول العلماء وجود اعتباري لكم، وهنالك رجل فضولي بالمصطلح الفقهي، هذا باع بضاعة لكم. والفضولي باع بضاعة أخرى. ما هو الحكم؟ بيع الوكيل نافذ وبيع الفضولي موقوف من الناحية الفقهية، ما الفرق فيما بينهما؟ المظهر واحد، هذا قال بعته وذاك قال بعته. الفرق فيما بينهما أن الوكيل ملك المالك ملكه البيع والفضولي المالك ما ملكه البيع فبيع هذا نافذ وبيع الفضولي موقوف الله تعالى باعترافكم ملك النبي الاعظم وأولياءه الكرام الشفاعه، انتم لا تنكرون الشفاعه، انتم لا تم تنكرون تمليك الله مقام الشفاعه لخاتم الانبياء ولاوليائه العظام. ولكن الاوثان الله ما ملكها مقام الشفاعه فالفرق كبير عندما عباد الاوثان كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله ما جعل للاوثان مقام الشفاعه فكان عملهم ضلالا وانحرافا، ولكن الله تعالى ملك النبي الاعظم صلى الله عليه واله مقام الشفاعة. فإذا قلنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا يكون ضلالا، ولا يكون انحرافا. ولا يكون عملنا شبيها في جوهره بعمل عباد الاوثان هؤلاء التي نقولها اشاره الى من ملك مقام الشفاعه عباد الأوثان عندما يشيرون إلى أوثانهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إشارة إلى من لم يملك مقام الشفاعة الفرق بينهما كبير وواضح